قال عليك بالبيض، البيض، البيض البلد الملقح من الديك، مش البيض هذا اللي كله زلال وبروتين بس، لا، بيض ملقح من الديك، وسر تلقيح الديك فيه سر قوة البيض في الفحولة. يقول ياخذ بيض بلدي ويطبخه ببصل ابيض، بصل ابيض يعني يجيب بصل فيه بصل زي اللؤلؤة البيضاء كده، غير البصل الهندي او البصل اللي بيجي، لا، بصل ابيض، ويطبخ عجة في زبدة او سمن بري او زيت زيتون او زيت كانولا. عارفين زيت الكانولا؟ زيت اللفت، هذا زيت دعاية الله يا عم لاصحاب السوبر ماركتات والجمعيات. زيت الكانولا هو زيت اللفت، مخصب ومضاد لتأكسد الخلايا وفيه منافع رهيبة ولذيذ الطعم. الكانولا، زيت الكانولا هو زيت اللفت. المهم ماذا يفعل بعد ذلك؟ يضع بعد ما يستوي البصل والعجة، يضع قليل من البهارات، فلفل أسود، زنجبيل، خولنجان، يخليك مثل الجان، ويأكل هذه الوصفة الرهيبة فيقوى على الأربع نساء ويبقى طبعا وملك اليمين وربك وربك يعين. التي نختصرها لضيق وقت البرنامج والحلقة، بيؤخذ جوز الطيب، جوز الطيب مهدئة تخدر قليلا، القرنفل المخدر بس مش كل، حاشا لله المخدرات المصيبة الثانية لا، لكن هذه أعشاب تستخدم في الحلويات، في الشوربة، في الطبخ، في القهوة، جوز الطيب والقرنفل هذه والبسباسة، ثلاث حيات، بسباسة، جوز الطيب وقرنفل، ويؤخذ معهم قليل من حبة البركة ويعجنوا، يعني لو قلنا مثلا فنجان من حبة البركة وفنجان جوز الطيب أو فنجان ونص من جوز الطيب وفنجان من البسباسة وفنجان قرنفل، ويخلطوا جيدا بعد طحنهم جيدا ناعما، ويتعملوا كبسولات 500 ملي جرام، او تعمل عجينهم في صمغة عربي في ماء دافئ وتعملهم كده زي الحبل، وتقطعهم بالسكين على هيئة نوى التمر، وتضعهم في صينية في الشمس ينشفوا، يبقى كبسولة مضادة لسرعة القذف، مع الاعتماد الرئيس على الأغذية العمدة في هذا الأمر. طبعا في وصفة جميلة جدا، وهي عشبة تسمى الجنسة الهندي، مش الجنسنج الكوري أو الياباني أو الصيني، لا، جنسة هندي، هذه الجنسة الهندية تسموها لوثانيا. هذا النبات عظيم جدا في القضاء على سرعة القذف. كذلك من النباتات التي تعالج سرعة القذف، تصدقوا، نبات يعالج مشاكل البروستاتا أو يساهم في القضاء على سرطان البروستاتا، البلميط المنشاري. البلميط المنشاري تأخذ كبسولة بعد كل أكل، وهو دواء عظيم جدا يحمي البروستاتا وقوي جنسيا ويعالج سرعة القذف. ختاما في تمرين، بس تمرين ايه؟ عضلات، تمرين مهذب محترم، والتمرين ده من المجربات لعلاج سرعة القذف، وخاصة عند المتزوجين الجدد، انه حينما يدخل الخلاء في الحمام يتبول فيقبض البول، ثم تبول فيقبض البول، ثم تبول ثم يقبض البول، سبع مرات لمدة سبعة أيام. هذا التمرين من المجربات للقضاء على سرعة القذف.